وانا مسافر دلوق على الطريق، وبكره امك هتبقى عندك. هركب معاك العربيه دلوق ونروح نجيبها. ليه اروح لوحدي؟ عشان انا مخبيها في مكان بعيد، مش عايز حد يعرف، عشان في حاجات تانية، مكان سري كيف ارض الافيون بتاعتك. مسافه السكه اروح وارجع، وكيف ما قلت لك امك هتبقى عندك بكره، وانا عندي كلامي وانت عارف.